عجبا لهذا الزمان الذي يهدى فيه لممثل ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معي إلى أي زمان وصلنا. يا رسول الله، يا حبيب الرحمن، أيها الراقد في المدينة المنورة، اسمع يا حبيب الرحمن أخبارنا. يا رسول الله، أيها الراقد في المدينة المنورة، اسمع طيفا من أخبارنا. يا رسول الله، إن الراقصات والممثلات يهدى لهم توقيعك وختمك يا رسول الله، ودعاة المسلمين يا حبيب الرحمن. أيها الراقد في المدينة المنورة، إن العلماء الذين أوصيت بهم وبعلمهم سيعدمون بعد رمضان. أنشكو لمن والجرح عميق؟ أنشكو لمن والجرح فظيع؟ عجبا لهذا الزمان الذي يكرم فيه الفنانين والفنانات ويعدم فيه أهل العلم والعلماء. أي زمان هذا؟ نحن على موعد بعد رمضان مع تنفيذ أحكام الإعدام في حق 3 دعاة من كبار دعاة المسلمين ومن علماء المسلمين الذين سطروا في هذا التاريخ، سطروا في هذا التاريخ بعلمهم وبدروسهم وبكل ما نطقوا فيه. خرجوا من الأجيال ما خرجوا، وعلموا من الناس ما علموا، وآن لهم اليوم أن يكرموا. آن اليوم لعلمائنا بعد سنوات طويلة من العلم ومن التضحية في ميادين الدعوة من مشارق الأرض إلى مغاربها، آن لهم اليوم أن يكرموا. ولكن يكرموا على المشانق، يكرموا اليوم على المشانق. والله لا عاش قاتلكم ولا عاش سجانكم ولا عاش من سيعدمكم. هل يذكر التاريخ من قتل عمر المختار؟ هل من الناس من يخرج لي اسم من قتل عمر المختار؟ لكننا ما زلنا نذكر عمر المختار. هل أحد فينا يعرف من الذي حارب وقاتل أحمد بن حنبل؟ لا أحد يعرف، لكننا نعرف الإمام أحمد. ستقتلونهم، ستنسون، ستنسون في مزابل التاريخ، وسيبقى هؤلاء أعلاما تضيء للأمة. تالله ما الدعوات تهزم بالردى، كلا وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد أنهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة، ولا نزع إيماني ولا نور يقين. سأظل معتصما بحبل عقيدتي، سأظل معتصما بحبل عقيدتي، وأموت مبتسما ليحيى ديني. سأموت مبتسما ليحيى ديني. أود أن أقول في الختام، أنقذ الدعاء إلى كل حر على وجه هذه الأرض، إلى كل حر على وجه هذه الأرض. أوصل رسالتي إلى الأحرار في العالم، أوصل رسالتي إلى آخر ما تبقى من الشرفاء في العالم، أوصل رسالتي إلى آخر ما تبقى من الشرفاء في العالم، وإن كانوا في آخر الدنيا. أقول لهم أنقذوا العلماء، فوالله فوالله إن عدم الدعاء، إن أعدم العلماء فإن القادم أسوأ. أيبارك الله في أمة تقتل علماؤها؟ أخبروني، أيبارك الله في أمة تقتل دعاتها وتفتح أبوابها للراقصات وتفتح أبوابها للفنانين وللفنانات؟ لكن نقول سلمان العودة وعوض القادم.
القرني وعلي العمري ومن قبلهم خالد الراشد والعلماء الذين ربما لا يسعفنا الوقت أن نذكر أسماءهم، ربما لا نعرفهم لكن الله يعرفهم، وهم الآن في الزنازين، هم الآن في الزنازين، لا ذنب لهم إلا أنهم قالوا كلمة حق، لا ذنب لهم إلا أنهم دعاة وعلماء. ها هي بشريات أمريكا لنا، ها هي بشريات ترامب لنا. سأقتل علماءكم، ولست أنا الذي سأقتل علماءكم، أنتم من ستقتلونهم، لست أنا من سأقتل دعاتكم، لا، أنا سأجلس في البيت الأبيض. أما من سيقتل علماءكم أنتم بأيديكم. تدرون لما؟ حتى يقتل العلماء والدعاء ويسود بيننا الجهال، وهذا الذي أراده. من الذي سيعدم هؤلاء؟ جاهل. من الذي سيعدم هؤلاء؟ لا يملك من علمهم شيء، حتى يسود الجهال علينا ونقف في زمان يصبح فيه الحليم حيرا. يؤمن الخائن ويخون الأمين، يؤتمن الخائن ويخون الأمين في زمان. لكن أبشر، غدا تطير العصافير، أبشر غدا تطير العصافير التي حبست عن ماء البساتين عن زرقة البحر. غدا سيعلم سجاني بأن دمي يسعى إلى الله من بين الزنازين، غدا سيعلم سجاني بأن دمي يسعى إلى الله من بين الزنازين. أقول أنقذ الدعاء، أنقذ الدعاء قبل أن يعدموا، أنقذ الدعاء قبل أن تسيل دماءهم من أعلى المشانق ويسيل معها ما تبقى من كرامة وما تبقى من شرف في هذه الأمة. أيها الأحبة الأكارم، ما نتحدث بهذه الكلمات، لا نتحدث بهذه الكلمات لنحارب دولة بعينها، ولا لنحارب منهجا بعينه، ولكنها كلمة الحق، لكنها كلمة الحق. وأي ذنب أذنبه هؤلاء العلماء؟ أي ذنب أذنبه هؤلاء العلماء؟ وانظروا إلى ما تبقى من العلماء، من خرج من العلماء ليقول لا لإعدام الدعاء؟ من؟ لم يخرج أحد، لم يخرج أحد، بل إن الذين خرجوا علينا وخرجوا عن صمتهم ليتهم لم يتكلموا، ليتهم لم يتكلموا. شعارنا هذه الأيام ونحن نرى القهر والألم، ألا يكفينا جرح فلسطين؟ ألا يكفينا أن العراق ضاعت؟ ألا يكفينا أن كل خمس دقائق يموت طفل من الجوع في اليمن؟ ألا يكفينا جرح بورما؟ ألا يكفينا أن البراميل المتفجرة ما زالت حتى هذه الساعة، حتى هذه اللحظة تنزل على رؤوس الأطفال في إدلب وفي سوريا؟ ألا يكفينا كل هذه الجراح؟ بدل أن ننقذ جراح قدسنا ونمسح دموع اليتامى والأرامل في الشام، نعدم دعاة الشام، نعدم دعاة المسلمين؟ بدل أن ننقذ إدلب، وبدل أن ننقذ المسجد الأقصى الذي ما زال يطعه أحفاد القردة والخنازير حتى هذه اللحظة في المسجد الأقصى، أصبحنا نعدم الدعاة والعلماء؟ شعارنا أيها الأموات تحت الأرض عودوا، أيها الأموات تحت الأرض عودوا، فإن الأحياء فوق الأرض ماتوا. إي والله، أيها الأموات تحت الأرض عودوا، فإن الأحياء فوق الأرض قد ماتوا. أقول ختاما أيها الأخوة الأكارم، نحن على يقين، نحن على يقين أن الفرج قريب، ونحن على يقين أن النصر قريب، وأن شمس الإسلام مهما طال هذا الظلام فإنها ستشرق. والله إن أعدم الدعاء أو لم يعدم الدعاء، هذه أرض الله ولن يسير فيها إلا ما قدر الله. قدر العلماء
ليس في يد تافه، قدر العلماء هو في يد الله، فأنجزوا ما شئتم، واقضوا ما شئتم، واحكموا ما شئتم، فإن الحكم في النهاية والقرار هو بيد من خلق هؤلاء. ستذهبون إلى مزابل التاريخ، وسيدخل هؤلاء من أوسع أبواب التاريخ، يذكرهم الناس ويذكر محاسنهم الناس ليل نهار.